أحسن الله إليكم. يقول: نحن أصحاب مواشي وربينا حيران في البيت، وعندما يقوم شخص منا بالوضوء قد يلمس الحوار بعد وضوئه، فهل ينتقض الوضوء أم لا؟ وهل شرب حليب الناقة أيضا ينقض الوضوء أم لا؟ الحوار طاهر، الحوار الذي هو صغير الإبل هذا طاهر، ولا بأس بلمسه، ولا بأس، وبوله طاهر وروثه طاهر ولعابه طاهر، فهو حيوان طاهر لا يضر. وأما شرب لبن الناقة فهذا لا ينقض الوضوء، لأن الذي ينقض الوضوء هو أكل لحم الجزور خاصة، أكل لحم البعير خاصة. أما شرب لبن الناقة فهذا لا يدخل في نقض الوضوء. نعم.